أهلا بحضراتكم، بيسعدنا إن احنا نلتقي بكم مع أمسية جديدة من أمسيات أما بعد استوديو 34. بيرحب بكم مخرجتنا نيفين حامد والإعداد لمحمد أبو بكر وهبة الشرقاوي. يسعدني أن أكون معكم طارق عبد الفتاح مع زميلتي فاطمة السردي على مدى ساعتين تقريبا لمناقشة العديد من ملامح المشهد الثقافي والتنموي والسياسي. ازيك يا فاطمة؟ اهلا بك يا طارق واهلا بالساده المشاهدين. احنا النهارده الفقره الاولى ليست كما تعودنا دائما ان تكون فقره سياسيه او اجتماعيه، ولكن فقره فنيه لابرز فناني مصر في العصر الحديث، يعني معاصر معانا في هذا القرن. توفي زي امبارح سنة 2013 هو الفنان عبد الهادي الوشاحي. الحقيقة يعني العديد من الأوساط الثقافية والفنية احتفلت بالفنان عبد الهادي الوشاحي خلال الأيام الماضية، وأيضا واكب ده وضع آخر منحوتاته العبقرية وهي تمثال طه حسين في متحف محمود خليل في واجهة المتحف، وإقامة بعض الأنشطة والندوات حول أعماله. وإحنا بنناقش هذه الأعمال وهذه الفعاليات اللي بتعيد الاحتفال يعني بفنان عالمي، وكلمة عالمي هنا يعني كلمة مستحقة بالفعل، لأنه حصد العديد من الجوائز العالمية في مختلف دول العالم، وأعماله ومنحوتاته بتزين يعني العديد من المتاحف العالمية، لدرجة أنه حتى بعض الأندية الرياضية الشهيرة زي ريال مدريد هناك منحوتة في هذا النادي بتصور يعني رجل يقذف الكرة بقدمه، وهي منحوتة عبقرية من حيث التوازن والحركة وغيرها من منحوتات بتزين متاحف العالم وليس المتاحف المصرية فقط. هو أسبانيا كمان لها مكانة خاصة عند الفنان عبد الهادي الوشاحي والفنانين الأسبان طبعا وتأثيراتهم. احنا برضو هنتجول مع لأنه درس فيها، درس في أسبانيا وتجول في أنحاء أوروبا ودرس في أكثر من دولة. احنا هنتجول في معاه في جولته الأوروبية مع الفن ومع الدراسة اللي تركها، برضو زي شأن كبار الفنانين دايما الدراسة الأكاديمية دايما بتكون محل نظر بالنسبة للفنان المبدع. احنا برضو مش يعني التأثير عبد الهادي الوشاحي على الفنانين المصريين، أجيال كتيرة من الفنانين تأثروا بيه فنيا وإنسانيا، يعني وإنسانيا دي تحتها كم خط، لأنه كان شخص محبوب جدا. صحيح. وكان فنان حقيقي. صحيح. وهذا الحب ترجمة لأنه شخص صادق جدا، طفل لا يكبر أبدا زي ما هو قال. الحب ده فاطمة فعلا لاحظته في تلامذته، يعني النهاردة هيكون معنا ربما اتنين منهم من المبدعين، وهم الحب استمر، يعني عملوا له صفحات على الفيسبوك، ما اكتفوش بكده، فضلوا يجمعوا له المقالات اللي اتكتبت عنه من نقاد في العالم كله ووضعوها في كتيب ووضعوها ايضا على صفحات على الفيسبوك. عملوا العديد من الانشطة اللي بيحتفوا بيها، لان هو ترك اثر فيهم كبير، وهو كان فنان متمرد وكان بيرفض فكرة كلمة دكتور ديت، وكان متمرد كمان في القوالب الفنية. بيقال ان هو طور فن النحت بعد مختار ولم يلتزم بالكلاسيكية الشديدة اللي استقاها مختار من الفن الفرعوني، هو تمرد على هذا وأطلق الكتلة في حرية في الفراغ لتنطلق وتعانق الفضاء في حرية، وبحث باحث عن الحرية بالكتلة بالحجر واستخدم خامات متنوعة. صحيح. الأعمال الفنية بتاعته فيها حركة، يعني ودي تتحدى فكرة المادة الصلبة الساكنة، كلها تمرد، وخصوصا كما ذكرت طه حسين، تمثال طه حسين، عشان صحيح. التمثال اللي موجود في ميدان الدقي هو في ميدان، لا التمثال اللي هو عمله عبد الهادي الوشاحي تم وضعه في متحف محمود، لا في واحد تاني، ده تمثال آخر لضيفنا، أعتقد ضيفنا النهاردة كان عامل تمثال آخر لطه حسين، يعني موضوع للبحث والشخصية وكيف صحيح. كيف رأى النحاتون المصريون طه حسين والشخصية المصرية. بالنسبة لطه حسين لازم أقول جملة هنا فاطمة، إنه الفنان عبد الهادي الوشاحي ترك عينين التمثال بتاع طه حسين مفرغة
وده كان شيء عبقري جدا، لأن اللي بينظر للتمثال بيرى النور يخرج من عينين طه حسين يا سلام. في تحريك واستخدام للضوء عبقري. معنى طه حسين بالنسبة للثقافة صحيح. المصرية والعربية. الفقرة الثانية فقرة اقتصادية، فقرة خاصة بالمشروعات القومية، مشروع محور قناة السويس. مازال ضفنا ومازال محور عندنا للحوار ولأهم الأفكار المطروحة لتطوير الاقتصاد المصري. كيف سيكون هناك مشروعات قومية تدعم الاقتصاد وتدعم موقف مصر في العملة الصعبة وتدعم احتياجات مصر الزراعية والاقتصادية؟ صحيح، المشروع القومي هو مشروع للأمن القومي كمان، لأنه لما بيلتف الشعب حوالين مشروع بيكون ده يعني مدعاة لدرء الأخطار والتهديدات الخارجية والداخلية وللنهوض ببلدنا واقتصادها. احنا هنتعرف على معنى قومي والمشروع القومي ومحور قناة السويس كمشروع قومي بالتفصيل في الفقرة الثانية. احنا اسمحوا لنا دلوقتي هنعرض معاكم فيلم عن عبد الهادي الوشاحي، بعده هنناقش مسيرة وسيرة الفنان عبد الهادي الوشاحي مع الزميل طارق عبد الفتاح.